لكرة اليد الكويتاوية، وإنجاز جديد يحسب بالتأكيد لكرة اليد الكويتاوية ولمجلس إدارة نادي الكويت بتحقيق لقب الكأس عن جدارة واستحقاق. راح يكون ضيوفنا داخل الاستديو معنا الحديث حول هذا الإنجاز، لكن في البداية نشوف التقرير مع عبد الله النصار. لكل مجتهد نصيب، والكويت اجتهد فكان كأس اتحاد اليد من نصيبه. فريق شاب استحق البطولة عن جدارة، وتخطيط إداري توج بلقب طال انتظاره. ظروف غير عادية مر فيها الفريق في هذه البطولة، أهمها إيقاف أربعة من أبرز لاعبيه، ولكن نجوم العميد أثبتوا بأن الأبيض بمن حضر. نقول لك هذه الانطلاقة، هذه بداية هذا الجيل، هذا لأن هذا انا مرنتهم من المراحل السنيه من 16، انا يعني توجت معهم من 16 و18، والحين الحمد لله كثر هذه النعمه اعطاها لي الله سبحانه، ونزيد التوج معهم درجه اولى. الف الحمد لله على الفوز، ومثل ما انت شايف فرحه، نادي الكويت نادي كبير و40 سنه صار تقريبا ماخذ كاس، ونادي الكويت لا لو يكون نصر الفريق، لو يكون كل الفريق نصعد من 18 ونصعد من ناشئين وهم ناخذ بطوله، لان نادي الكويت تعب وقاعد يشتغل من تحت لفوق، والحمد لله وهذا نادي فوز حق مجلس اداره وجهاز فني وجهاز اداره وحق اخوان اللعيبه. يمكن احنا من بعد الايقافات فريقنا زاد قوه ما نقص، هذا دليل على قوه فريق نادي الكويت، خصوصا يعني احنا من بعد مباراه العربي شفت انت المباراه شلون انتهت، الفريق ما خسر ولا مباراه، ممكن تعادل المباراه، وباقي المباراه كلها كانت مباراه قويه وقدر انه ياخذها. اللقب الغالي أحرزه الكويت على حساب القادسية بعد أن هزمه في النهائي بنتيجة 29-25. الأبيض كان الطرف الأفضل على مدار الشوطين، خصوصا في شوط المباراة الثاني الذي شهد توسيع الفارق لصالح الكويت رغم طرد لاعبه محمد الغربلي. انطرد محمد الغربلي مثل ما أنت شفت، وقدرنا نسيطر نفس لعبنا اللي لعبناه ويا العربي، الحمد لله بهدوء بدون عصبية تركيز قدرنا شلون نحافظ على النتيجة، فرقنا فرق سبعة ردت فرق أربعة تقريبا، قدرنا شلون نحافظ على نتيجة المباراة. الحمد لله رب العالمين، مباراة اليوم كان صعبة، فريق الغاتية فريق لاعبينه كلهم لاعبين المنتخب، فلما تفوز على نادي الغاتية هذا بطولة بروح. الحمد لله رب العالمين، البطولة جت من تعب اللاعبين، من تعب إداريين، كل شيء وفرنا نادي الكويت، الحمد لله رب العالمين. وهذا احنا نادي الكويت كنا مرشحين من البدايه الدوري والكاس، بس شفت مباراتنا بالدوري مع العربي يعني الشيء ما يصير الا بالخيال. فريق نادي الكويت صراحه ادى ويستاهل الفوز، واحنا ما كنا يمكن ماشيين من الشوط الاول للشوط الثاني ما توفقنا بالمباراه، فالحمد لله يستاهلون نادي الكويت، الحمد لله على كل حال يعني. ان شاء الله نعوض موسم الجاي ان شاء الله. وفي لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، تغلب الشباب على بطل الدوري العربي ليحقق أبناء الأحمدي الميداليات البرونزية. بعد انتظار طويل دام لأكثر من 40 عاما، الكويت وبجدارة بطلا لكأس اليد. عبد الله النصاري من صالة شهيد فهد الأحمد في برنامج اكسترا تايم. شكرا عبد الله. طبعا معانا داخل الاستديو ممثلين للفريق الابيض، ودنا نستضيفهم كلهم لكن هذا الاستديو وسعته معانا نجوم اداريين ونجوم لاعبين، ايضا نجوم يمثلون الجانب الاداري ونجم يمثل جانب اللاعبين، الاخ العزيز قايد العدواني والكابتن ايضا محمد الغربلي. حياكم الله يا شباب ومبروكين الفوز. ابدي معاك قايد،
يعني الموسم هالسنة بالكويت كان ممتاز صراحة. يعني الدوري خسرته بشرف، الكاس فزتوا فيه بشرف أيضا. الحمد لله. أول شيء أشكركم وأشكر برنامج إكسترا تايم على الاستضافة، وأشكر تلفزيون الوطن سباق على استضافة الأبطال والإنجازات، ومشكورين أخوي أبو سعيد. بالنسبة بطولة الدوري، بطولة نادي الكويت هو الوحيد اللي ما خسر 60 دقيقة من أول ما لعبنا البطولة لآخر البطولة. يعني حتى مباراة العربي 60 دقيقة إحنا ما خسرنا، خسرنا في بعد ما انتهت المباراة كرة فاول شاتها لاعب العربي الشمالي ومكتوبة. يعني ما تصير هذه بالصراحة، صحيح. ايه ما تصير في كرة، نادرة ما تصير، بس سبحان الله نصيب النادي العربي انه ياخذ البطولة ومو مكتوبة لنا، ولعل في الامر خيره. يعني الحمد لله الله ختم، ترى الكاس دائما مسك الختام نادي الكويت، والحمد لله توفقنا وخذنا البطولة وخذنا الكاس. وهذا طبعا مجهود مجلس الإدارة ومجهود إخواني اللاعبين، ويشكرون عليك لبوهم. كجهاز إداري رابين يعني ما كان ودكم تخلونها ثنائية؟ لا طبعا، احنا نادي الكويت يعني بالذات كمجلس الإدارة وكإداريين كرة اليد، احنا ما عندنا سقف للطموح. احنا طموحنا يعني دائما في كل بطولة نشارك فيها، احنا ما نرضى الرقم واحد، دائما احنا الرقم الصعب احنا نطمح له دائما كنادي الكويت، لان احنا يعني فضل الله سبحانه وتعالى دائما احنا مشتغلين في الموضوع، مركزين على البطولة، محاولين نرتب امورنا. يعني مدربنا مال الفريق الاول طبعا احنا صارت لنا عندنا ظروف على المدرب الفريق الاول، اثبتوا ان اللاعبين قد المسؤولية، اثبت ان المدرب قدم يعني موسم يشكر عليه المدربنا. احنا راح نتكلم عن المدرب قايد بعد شوية، لكن محمد خلنا نبارك لك، انت ايضا تألقت هالموسم ما شاء الله وعيننا عليك باردة. يعني سر اختفائك الفترة الماضية وطلعت بهالصورة هالموسم. بسم الله الرحمن الرحيم، اول شيء اشكركم على الاستضافة هذه. وابو سعيد انا ما كنت مختفي، بس يعني مثل ما تقول يعني استراحة محارب العالم، يعني خلاص عرفت انه يعني مثلا محمد الغربلي نادي الكويت يعني يحطون عليه حمل كبير، يعني فقاموا يحاولون انه يعني قامت تقل عندي التهديف يعني. بس ليش؟ لان كلهم يسكرون علي، فيكون في ثغرات حق ربعي، عرفت؟ هذا السبب ممكن من الاسباب. ويعني انا اشوف بنادي الكويت ماني محتاج اني يعني اكون لازم في دائما في القمه، لان ما شاء الله كل اللي معي لاعبين يعني على مستوى طيب، يعني كل اللاعبين مستواهم زين، ولاعبين يعني انا اشوفهم من افضل لاعبين الكويت بنادي الكويت. مستواك رابع عنا انت الحمد لله. زين، شلون كانت يعني مشاعرك انت تواجه اخوك بالنهايه؟ وانا ما واجهت اخوي في الدوري. لا خل النهائي غير نهائي، وعفوا في قبل النهائي. انا ما لعبت كنت متوقف. ايه كمشاعر انا اتكلم، انت كمشاعر يعني لا اخوي افوز عليه، بفوز عليه يعني اكثر. مشاعرك تختلف ان انا ودي افوز، فريقنا ودي يفوز، بس انا لا ابي افوز عليه. أهم تفوز عليه يعني قلبك ما كان حن شويه؟ ما في حنيه، ابي افوز عليه. طيب قايد، خلينا نتكلم عن مشوار الابيض اداريا، شلون قدرته؟ وتدري لما تخسر الدوري وتدخل في بطوله ثانيه يعني صعب هم تاقلم اللاعبين، يلا ما عليه انسوا البطوله السابقه، دخلنا بطوله ثانيه. في بعض الاحيان تلقى في دروب يصير بالفريق انه خسر الدوري وبهالطريقه يزعل، فبالتالي يأثرهم على معنوياتهم في 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 الكاس. شو بسعيد، هذا سر نجاحنا صراحه. احنا مباراه اللي كانت صعبه علينا مباراه العربي احنا خسرنا المباراه، وقلت لك اياها في جول قاتل اللي هو صارت فيها احداث، توقف اللاعبين كانوا نفسياتهم يعني كان طموحهم عالي، عارفين ان مباراه العربي هي البطوله، كانت هي الفيصل الوحيد مباراتنا احنا والعربي. فخسارتها من العربي لاعبيننا، خاصه لاعبيننا صغار بالسن بس كبار في العمل، كبار باللعب، كبار بالمستوى. بعد مباراه العربي مجلس الاداره الكويتي يعني يشكر عليه رئيس مجلس الاداره عبد العزيز المرزوق ونائب الرئيس خالد القانم، على طول بعد المباراه اجتمعوا باللاعبين مباشره، اجتمعوا مع اللاعبين قالوا حثوهم على رفع المعنويه، حثوهم على الاستمرار بالبطوله، حثوهم على انه خلاص هذا نصيب مو مكتوب لنا، بس لازم احنا نلم جراحنا مثل ما يقول، نضبط امورنا
وهذا سر يعني بصراحة يشكرون عليه مجلس الإدارة، اهتموا كل أبو مجلس الإدارة. دخلتوا معسكر؟ لا لا ما دخلنا، يعني إحنا كنا بنبعد لاعبين. ما تفضلون معسكرات؟ لا لا معسكرات داخلية ما دخلنا، لأن شفنا الوضعنا خاصة اللاعبيننا، لاعبيننا كلهم بصغار في السن، يعني ما نبي نحطهم في ضغط، ما نبي نحطهم في حملنا لهم المسؤولية يعني أكثر من لازم. تحملها مجلس الإدارة، تحملها يعني يشكر عليه أخوي خالد الغانم، هو تحمل المسؤولية كاملة، قال يبقى أنا أتحمل الخسارة، انسوا المباراة، أنتوا اللي عليكم سويتوه، لازم تثبتون لجماهير نادي الكويت، تثبتون لمجلس الإدارة أنكم فريق يستحق، عندكم بطولة الكاس، ولله الحمد وفضل الله من اللاعبين، احنا عندنا ظروف، ولازم يمكن النادي الوحيد في الكويت اللي مر في ظروف يمكن 5 إلى 6 لاعبين توقفون، عندنا توقيفات، ولعبنا البطولة للنهاية. الوحيد اللي كمل معانا في النهايه يمكن محمد الغربلي. لمباراه العربي احنا 5 لاعبين لو تلاحظون حتى بالتغرير كانوا 5-6 لاعبين برا موقوفين اداريا من الاتحاد، والحمد لله توفقنا وسيطرنا على امورنا وادوا اللاعبين